أعتقد أنه القضية لها بعدان، بعد فكري بعد عملي. إحنا أنا في نظري من الناحية الفكرية لازم لنجامل كل شيء في صدري أقوله. قلت أشد أنواع الاستبداد أن يمنع الفرد من بيان رأيه. أما من الناحية العملية لازم نكون مع بعض. القرآن الكريم في الآية الشريفة محمد رسول الله. شوفوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فد مسألة بالنتيجة أنا وأخويا إخوة، لازم بكل الاختلاف اللي عندنا نتعايش. نتعايش مو معناته أنه من نقول آرائنا، لا نقول رأينا، ومهما كلف هذا الرأي من سلبية تسوى. خلي نقول سلبياتها ما في إشكال، لأنه إذا نمنع المفسدة أكبر. في الحديث الشريف ليس العاقل من عرف الخير من الشر، إنما العاقل من عرف خير الشرين. إذا ما أقول هذا مفسدة أكبر. خلي نقول أما في نفس الوقت ما دام إحنا من المؤمنين خلي نكون مع بعضنا. بالنتيجة بعد ما اختلفنا، بعد الاختلاف، بعد أي شيء اللي يحصل، خلي نبقى على حالة الحالة الاجتماعية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نبقى مع بعض، بالنتيجة نتعايش، واحد يروح يزور الآخر، التزاور لينقطع، التآلف لينقطع. حتى إذا أنا سبيت أخويا ما في إشكال، ما في ذلك. وبالنتيجة الإنسان بشر، مثلا يصير عصبي، والعصبية فتحالة موجودة في الإنسان. هذه موضوعين لازم ليصير بينهم خلط. بالنتيجة إحنا كلنا أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة، كلنا أولاد علي محمد وعلي. مهما اختلفنا ما لازم على كل حال الاختلاف يؤدي إلى موقف عملي. نعم هذا هنا في استثناء، أنه بعض أوقات في بعض الظروف يصير تشخيص أن الفرد يطلع من باب الاختلاف الفكري، يصير يعني يدخل في خانة ترويج الباطل. بعض الناس مثلا هذول مظهر الباطل، مظاهر الباطل. لو عند شخص شخص أن هذا الفرد مظهر الباطل، احنا هم عندنا دليل من الأدلة أنه الإنسان لا يشتغل شيء يتسبب بأن الباطل يروج. وفي الحديث أكو الإنسان إذا روج لأي باطل فهذا كل ذنب يصير من هذا الباطل، وكل جهل يترتب على هذا الباطل يجي في ذمة الإنسان. في ما بيننا نحن أولاد محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما أكو هذا الشيء موجود. البعض على كل حال يعتبر من مصادق الباطل، الباطل تجسيدنها باعتبار أنه فكرة مو عنده هفوة وهفوتين، لا. وهذا لازم الإنسان يفرق بينهما حقيقة. شوفوا الشيخ المفيد إذا واحد يقرأ فكرة عنده في بعض فكرة بعض الأشياء اللي تعتبر علميا هفوة. حول الزهراء عنده هو في بعض الكتب عنده نظرية حول مسألة المحسن صلوات الله عليه، عنده نظرية. الشيخ المفيد الشيخ صاحب الجواهر عنده فد هفوة في بحث الكر في مسألة بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. صاحب الجواهر هذا العلم الكبير اللي أهم من أهم علماء الشيعة، شيخ الأنصاري في الأصول، هذا في الفقه وهو أستاذ الشيخ الأنصاري. صاحب الجواهر عنده هفوة كبيرة حقيقة، إذا أقولها تتعجبون، في مسألة علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ما أدري العلامة المجلسي عنده هفوة، طبيعي. أما بعض أوقات الفرد تارة تكون عنده هفوة عقائدية، الشيخ الصدوق ينسب إليه أنه كان يقول بسهو النبي، هاي شغلة مو صغيرة، شغلة كبيرة، بس هاي هفوة، هاي هفوة.
احنا بنقول له انه هذا رايك خطا. انسان ممكن احنا خو مو معصومين، تصدر من عندنا هفوه هفوتين عشره ممكن. تاره الفرد لا يصير منبع للهفوات، يجي يدوس على كل المبادئ الدينيه على 50 اشكال. هذا بعد ما يعتبر انه فهاي نظريه وما نحكي عليها. لا، لازم الانسان يتبرأ، لازم الانسان، هذا من جمله الواجبات. اكو فرق، هذا الفرق لازم نعرفه. هذا اكو فرق، اذا فد واحد كانت عنده نظريات على كل حال خاطئه في كثير من الامور العقائديه، هذا يتبرأ منه. وصحيح، فنقول احنا خو نفس النظريه اللي فلان عنده شيخ المفيد ام عنده، نقول بابا شيخ المفيد وحده ثنتين. مثل اذا شفتوا فد واحد مثلا صدرت منه معصيه، خلاص هذا سقط من العداله؟ لا، اذا 10 مرات شفتوا صدر منه معصيه ما يسقط عن العداله، معصيه معصيه الله لا ما يسقط. اما اذا فد واحد شفتوا طول عمره كل دقه على كل حال تصدر منه معصيه، يقولون الاصرار على المعصيه الصغيره توجب سقوط العداله، فما يصدر. احنا خو بشر تصدر من عندها فوات زلات. هذا الفرق لازم نحسبه. إذا كان شخص مظهر للفساد فلا يجوز للإنسان أن يتصرف أي تصرف يؤدي إلى تأييده، فإنه يكون شريكا معه.